الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة سيستمر إلى أجل غير معروف بعد أن فشل الكونغرس في التوصل إلى قرار ينهي الأزمة التي بدأت تضعف الاقتصاد وتؤثر على شعبية الرئيس دونالد ترامب. ولم يتمكن أي من الحزبين ضمان 60 صوتاً لتمرير مشروع قرار يعيد فتح الحكومة. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروعي قرارين، أحدهما تبناه الجمهوريون ويدعم تنازلات قدمها ترامب في خطاب قبل أيام تتضمن تشريعات خاصة بالمهاجرين مقابل تمويل الجدار الحدودي. المقترح الثاني الذي طرحه الديمقراطيون يشترط إعادة فتح الإدارات الفيدرالية مؤقتا حتى 8 من الشهر المقبل، فيما تجري المفاوضات حول الأمن الحدودي. وفي سلسلة من الإجراءات الرامية لإعادة فتح الحكومة، مرر مجلس النواب الأمريكي بتصويت 231 صوتاً مقابل 180 لإعادة عمل وزارة الأمن الداخلي. وفي خضم الصراع بين الكونغرس والبيت الأبيض، وافق ترامب على إرجاء الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد إلى ما بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، راضخاً بذلك لطلب الديمقراطيين المسيطرين على مجلس النواب والذي من صلاحياته تأجيل خطاب الرئيس. للإخبارية هند إبراهيم، واشنطن.